بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة. احبائي الطلاب والطالبات قبل ان نبدا في هذا الدرس يجب علينا ازاله جميع المشتتات. ثانيا الاستعداد جيدا للدرس. ثالثا متابعة التمارين بالكتاب. هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم. أحبائي الطلاب والطالبات، عنوان هذا الدرس الفئة النقدية عشرة ريالات. إذاً عنوان هذا الدرس الفئة النقدية عشرة ريالات. أحبائي الطلاب والطالبات، سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس. إذاً دعونا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولاً نميز الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، ثانياً نشير للفئة النقدية فئة العشرة ريالات، ثالثاً نحسب الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، رابعاً نذكر الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، إذاً أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 132 إذا في النشاط الأول. في النشاط الأول ساعد بدرا على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات برسم دائرة حولها. إذا أحبائي الطلاب والطالبات في هذا التمرين أو في هذا النشاط سوف نساعد بدر على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات برسم دائرة حولها. إذا إذا ها هو بدر أين العشرة ريالات؟ إذا سوف نساعد بدر على معرفة العش فئة العشرة ريالات أحسنتم ها هي فئة العشرة ريالات إذا ها هي فئة العشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الثاني احسب عدد الريالات على اليمين ثم صلها بالفئه النقديه المساويه لها على اليسار. احبائي الطلاب والطالبات في اليمين لدينا فئه نقديه اذا في اليمين لدينا ريال واحد من الفئه النقديه سوف نقوم بحساب هذه العملات اذا سوف نقوم بحساب الفئه النقديه في اليمين ثم نطابقها في اليسار اذا احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره اذن عدد الريالات هنا اذن عدد الريالات هنا عشره ريالات اذن عدد الريالات هنا عشرة ريالات إذا هيا نقوم بالعد مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا عدد هذه الريالات هي عشرة ريالات إذا ها هي إذا ها هي العشرة ريالات، أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات. إذا ها هي العشرة ريالات، أحسنتم. أحبائي الطلاب والطالبات في النشاط الثالث، ارسم دائرة حول الورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات، إذا سوف نقوم برسم دائرة حول الورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات. ونرسم خطا اسفل الورقة النقدية فئة العشرة ريالات، اذا هيا نقوم برسم دائرة حول الفئة النقدية فئة الخمسة ريالات، اذا هنا سوف نقوم برسم دائرة حول الفئة النقدية فئة الخمسة ريالات، إذا هيا نقوم برسم دائرة حول الفئة النقدية فئة الخمسة ريالات، هيا نقوم برسم دائرة حول الفئة النقدية فئة الخمسة ريالات، أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات اذا وهنا سوف نقوم برسم خط اسفل الورقه النقديه العشره ريالات اذا ها هي الفئه النقديه فئه العشره ريالات احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات اكتب عدد الريالات التي يملكها أفراد عائلتك، إذا أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة عدد الريالات التي يملكها أفراد العائلة أحمد، خلود وفارس، إذا أحمد هنا إذا أحمد هنا يمتلك أحسنتم عشرة ريالات، إذا أحمد هنا يمتلك عشرة ريالات. وخلود... إذا وخلود تمتلك خمسة ريالات. إذا أحمد يمتلك عشرة ريالات، وخلود تمتلك خمسة ريالات. وفارس وفارس يمتلك خمسة إذا وفارس يمتلك خمسة ستة سبعة إذا وفارس سبعة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا فئة العشرة ريالات ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا وهنا الفئة النقدية الفئة العشرة ريالات نلاحظ أن الرقم عشرة مكتوب هنا إذا عشرة ريالات وأيضا الرقم عشرة مكتوب كتابة باللغة العربية إذا عشرة ريالات احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات، اذا احبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابه الفئه النقديه فئه العشره ريالات، اذا سوف نقوم بكتابه الفئه النقديه فئه العشره ريالات. عشره إذا عشرة ريالات هيا نقوم بكتابة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات وأيضا سوف نمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة عشرة ريالات إذا سوف سوف نحضر فئة العشرة ريالات ونقوم بكتابة عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا ساعد عمار على معرفة الفئة النقدية، هنا سوف نساعد عمار على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات. أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا الفئة هذه الفئات النقدية، هيا نشاهد هذه الفئات النقدية فئة العشرة ريالات وفئة ريال واحد وهنا خمسة ريالات، إذا سوف نساعد عمار على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا هيا نفكر فكروا معي أحسنتم ها هي فئة العشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات هنا سوف نضع خطا أسفل الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا هنا سوف نضع خط أسفل الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا هيا نضع خطا أحسنتم ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات احسب عدد الريالات، أحبائي الطلاب والطالبات، هيا نقوم بحساب عدد هذه الريالات، لدينا هنا الفئة النقدية فئة الخمسة ريالات، هنا خمسة، ولدينا هنا فئة ريال واحد، إذا، ستة، سبعة، ثمانية تسعة عشرة إذا عدد هذه النقود هي عشرة ريالات إذا هي عشرة ريالات عدد هذه النقود هي عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا أحبائي الطلاب والطالبات اذكر المبالغ التي تحتاجها لشراء هذه السلع. إذاً لدينا هنا هذه الشاحنة. إذاً هيا نقوم بذكر المبالغ التي نحتاجها لشراء هذه السلع. إذاً هنا سوف نحتاج سبعة ريالات لشراء هذه الشاحنة. إذاً هنا سوف نحتاج سبعة ريالات. إذاً نحتاج سبعة ريالات وهذه الدمية نحتاج عشرة ريالات إذا أحبائي الطلاب والطالبات إذا أردنا أن نشتري هذه الشاحنة سوف نحتاج سبعة ريالات وهنا هذه الدمية عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر